مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي واخيرا جولة بالمدرسة. اكيد انتو كنتوا عم تستنوا هذا الفيديو، بس انه نحن هون عنا بالمدرسة لازم ناخد موافقة الادارة بالاول بعدين بنصور، لانه ممنوع هون التصوير الا لحتى تقبل الادارة انه نصور. واليوم رح نعمل جولة بمدرستنا. لا تنسوا اللايك والشير، سبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد. بنحبكم. لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو للـ 11000. حبكم. يلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي هلأ رايحين على المدرسة ومعنا يزن أبو الكف، بدي يروح معنا على المدرسة. كل يوم لما بنروح على المدرسة ما بفيق بشي، هاي اليوم عطلة ورايح معنا يزن. كل يوم بدنا ساعة لحتى نفيقه ونقوم نلبسه. اليوم الدغري فاق معنا مشان يروح معنا. كل يوم بده ساعة ليفيق. حبايب قلبي قربنا نوصل على مدرستنا. هاي هي مدرستنا. هلا اغرب مدرسة بالعالم راح تشوفوها. هلا مدرسة لا يعني اغرب مدرسة. هلا بتشوفوا ليش اغرب مدرسة. هلا اول شيء وصلنا على المدرسة. اول شيء مكتبة. وهون الحمامة. هلا رح نعملكم جولة فيها كلها. اول شيء قاعة التاسعة. نحن عم نمشي بالعكس. هلا خلينا نفوت نشوفها من جوا. مو قاعتي. هذا اول شيء القاعة التاسعة. صف القاعة التاسعة. يا زلمة حطكم ايديك. مثل ما شفتوا حبايبي هذا اول صف القاعة التاسعة. شوفوا راسمين هيك العظيم. انا رسمته بس ما حطيت لي اياه الان سعله لانه ملون كثير. وهون عندكم جغرافي. بدي اجيب ورقه مثل هاي وارسم كره ارضيه حال رسام. وهون اللوح. ليك الطالب يزن الشاطر. قوم يا يزن انحي لي اللوح. تعال تعال صدق حالك. خلينا نروح على غير قاعه. يلا ما شفتوا هذا اول صف. رح وهلا رح نكملكم جوله بالمدرسه كلها. هم غرفة الحرس. قلبنا على صف. هاي القاعة السابعة. هاي القاعة السادسة. هذا هو الصف. هنشوف صف ليان. أنا هون قاعدة. حبايب قلبي وهذا هو صفي اللي بدرس فيه. تعال شوف هذا ولد عنا لسه مبين. هاي ماسة. وين هيك العظمك؟ أنا ما علق. هيك العظمك. هذا هو. أنا بقعد هون. غرفة كل فرحان. هذا الشباك تبع صفنا. طبعا في شباك هون. شباك هون، شباك هون، شباك هون. أربع شباك. شباك. صحيح نحن مدرستنا خشب بس كتير حلو. أنا لما قلت لكم مدرستنا غريبة بس إنه فيها خشب، بس إنه من جوا الصفوف نظامية بس إنه من برا خشب بس كتير حلوة. إيه.
المي. طبعا هاي المي كتير نظيفة ومعقمة. هنشرب يا زلمة، عطشت من اسنان تشرب. وهون هاي القاعة الخامسة. نو 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 نو، صورة صخر تشيز. واو، هاي فيها كتير اشياء حلوة. هاي الشمس ناعمة، هاي القمر مش تسمح لإلك، هاي أحلف الشمسية وهي أحلف القمرية. الشمس ناعمة والقمر فايق. أنت تتكلم جد؟ هاي أحلف الشمسية وهي أحلف أحلف الشمسية سين شين صاد ضاد زاد ضاد زاد راء راء زاي دال داج لام نون تاء ثاء ألف راء زاي ألف راء جيم كاف واو قاف فاء عين قاف ياء ميم هاء سقفورة. انتظرتم خريفكم وزراعتكم أبي منصور في البقاع، أصبحت أشجار وهاري. تعال شوف كيف رسمها عليها حلوة، شجرة الصنديرة عم تنفخ الشجرة. هاي الرسمة أنا بدي أرسم مثل جبنة، وأنا أرسم كرة أرضية. أنا بدي أرسم ما بلوطة. لا مو بلوطة، هاي وليل وتشك تلعب بالكرة. وليل مرحبا بالمستودع اللي بزعنا فيه ملايين وكتب وشناتي. وصلنا على قاعة الفراغ، رح وصل على قاعة وهذا المستودع الأول والثاني. هذا بيوزعه كمان في يكتب بس. صبوك ما في كل شيء. واو ما في واو خاصة سيل خلي روحوا على صفي هلأ شوفوا الخبرات. هاي صف بنات خالي الاثنين كمان غير غفران، كمان غير غفران واحدة اسمها ريتاز وحسن مبين توب. لا مو هون قاعة المدرسين بس انه ياخذوا استراحة الانسات اللي نزلوا هون يدهم. وهي قاعة جزان مبينة عليا مو حلوة. لا حلوة سامي كل يسقوك شي تغير. هو بقاعة يا سفية هي شو تقولوا له مقعد مقعد الطايره. بدي اسم نفسها يجيب لك هيك اجهدي ABC. باي قلبي يزن قصبنا وخلانا نفوت انه لهون على هاي على قاعته ما فيه كل هالشي. واو يلا افتحت يزن وافتح رجعنا الكتاب للولد اللي يلا ما حلوة ابدا قاعة يزن. حلوة حاملوا في شيك حاملوا في شيك في منتصف الجبهة. خلينا نحكي خلينا نحكي بعدين. هذا لأني صفي ما في تسير. لا أنا ما بدي بدك تعقم مشان كارون. إيه كارون وجواب كارون. وأنا شرف الكل يزن أقم أقم يا ما فيش حاسه براحه. لا حبايب قلبي نحن عملنا لكم جوله بكل المدرسه. هاي هي الباحه لك يا زهر على الملاهي الصغار. هاي الملاهي عاملينها بس طلب يطلعوا فرصه بيلعبوا فيها ويتسلوا. مشان ما يوقع.
بدنا نتسابق انا واسماء عن جد غلطان اسماء وهيككم خلصت جولتنا بالمدرسة صحية مدرستنا والخشب بس كتير حلوة. ولا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي. لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك. باي.